طبعا مساء جدا. الخير على حضرتك. تحياتي لحضرتك يا استاذ محمد، تحياتي لسياده اللواء محمد طب الحسيني. سياده اللواء محمد الحسيني، طبعا عضو الجمعيه العموميه بالنادي وايضا رئيس اللجنه الرياضيه بحزب الوفد، طبعا هو موجود معانا. نتكلم برضه يمكن على المؤتمر الصحفي، ما اعرفش حضرتك تابعته ولا لا، اللي اقامه المهندس محمود طاهر النهارده في النادي الاهلي بالجزيره. طبعا انا تابعت المؤتمر، يعني سياده اللواء طبعا ذكر مجموعه من البنود التي اشتملها هذا المؤتمر ومجموعه من التقاعد. انا شرفت طبعا دعوه الاستاذ محمود طاهر يعني قبل سفري من شهر كده، بحيث ان انا ابص على اللائحه اللي تم اعدادها من قبل المجلس السابق اللي هو مجلس الكابتن حسن حمدي، بعد ذلك القمر الاستاذ رفاعي عطيه، لائحه اخرى رجعها الاستشار عبد المجيد محمود، وانا يعني رجعت مجموعه من النصوص ودخلت في صياغه مجموعه من النصوص في هذه اللائحه، وكانت جهد مشرف من كل الاعضاء. طبعا شرفت ان انا كنت موجود مع هذه القامات الكبيره. اللائحه زي ما قلنا وزي ما اكدت اللواء، اللائحه بتؤكد على معايير مهمه جدا، ان اللائحه متوافقه مع القانون المصري، متوافقه مع القواعد الدوليه والنطاق الدولي. ما تقدرش تصيغ لائحه تخرج بره هذا القانون وبره القواعد الدوليه وبره النطاق الاوروبي. اللائحه من البدايه صراحه يعني شهاده بالحق، يعني المهندس محمود طاهر لم يتدخل بتوجيه راي او فكره او باي شيء بالنسبه سواء لي او لمجموعه القامات اللي موجوده. مجلس الاداره لم يتدخل، مجلس الاداره دايما كان بيوجه مجموعه من الاسئله، اصلح ايه اللي يتوافق مع القواعد الدوليه، ايه اللي يتوافق مع النطاق الاولمبي. واحنا كناس متخصصه في هذا الاطار كنا بندعو بتلوينا في هذا الامر، وصراحه كان المجلس كله بيستجيب جميل. ولا يعلق على ما يقال. جميل استاذ محمد، شهاده للناس. طب جميل جدا. انا يعني الازمه اللي يمكن المهندس محمود طاهر النهارده بعض الاقاويل الفتره اللي فاتت عن ان اللائحه هتكون فيها بند 8 سنوات، بتشوف ان وطبعا الازمه اللي موجوده مع اللجنه الاولمبيه، هل بتشوفها يعني هل هي مع اللجنه الاولمبيه ولا مع وزاره الشباب والرياضه في التوقيت الحالي مع النادي الاهلي؟ شوف، بند الثمان سنوات كان محطوط في اللائحه اللي هي سنه 2014 تمام، وكانت في مجلس الكابتن حسن تمام، والبند ده هو ليس بند يخالف القانون. واحنا يعني انا لما انا سئلت، انا شخصيا لما سئلت في هذا البند تمام، كان قدامي ثلاث سيناريوهات عرضتهم على مجلس الاداره. انت عاده كراجل بتستشار في الامور، حتى انا هنا عملي في الاداره كمستشار لهيئه الشباب والرياضه، بتقدم ثلاث سيناريوهات. فكانت التسنيهات اللي انا قدمتها قلت له اما ان يتم وضع هذا البند كثمان سنوات باثر فعلي من اول اقرار اللائحه، يعني ما ينفعش نرجعه في اثر رجعي، يعني ان احنا هنعمل من اول اللائحه ما تعتمد 8 سنين، والراجل كان فكرته في هذا تداول السلطه صحيح بين الاعضاء، او يتشال خالص، او يبقى في نوع من انواع التغيير في المناصب، زي بالظبط لو تفتكر في مجلس الشورى ان انت كنت بتغير التغيير النصفي تمام، ويبقى في مثلا مجموعه من الاعضاء بيبقوا على 8 سنين والرئيس بيبقى على ثلاث دورات زي ما معمول بيه في اللجنه الاولمبيه الدوليه. كان الراجل قولا واحدا، يا جماعه منعا للغلط ومنعا للغط، البند ده كله ما يكونش موجود في هذه اللائحه اذا ارتأت الجمعيه العموميه في اجتماعها الغير عادي بعد اعتماد تلك اللائحه انها تضيف هذا البند، تضيفه بقى في اي مجلس اداره ياتي بعد ذلك. فالحوار بالنص يعني الواحد بيشهد ربنا على هذا الكلام. جميل. الكلام اللي حصل بالنص جميل فيما يتعلق بهذا البند. طيب تمام، فيما يتعلق بعلاقه اللجنه الاولمبيه بقى والانديه، النقطة دي مهمة جدا، يا ريت تديني بس فرصة يا أستاذ محمد عشان أشرح. أستاذ اللي هو معانا أهو ويشارك معانا برضه. اتفضل يا فندم. نعم. الميثاق الأولمبي لما تحدث على الأندية والاتحادات والمنتسبين للحركة الأولمبية، المادة 3 دي قالت الأولمبيك موفمنت، الحركة الأولمبية. ليه ما قالتش الإدارة الأولمبية؟ ما قالتش الإدارة الأولمبية لأن الميثاق الأولمبي حظر وجود تدخل من اي سلطه خارجيه في اعمال الجمعيات العموميه الخاصه بتلك الهيئات الرياضيه، سواء كانت سلطه حكوميه او سلطه غير حكوميه. يعني هذا الامر يسري على التدخل الحكومي من قبل الوزارات، ويسري على تدخل اللجان الاولمبيه الوطنيه. والدليل على ذلك لا تستطيع اللجنه الاولمبيه الدوليه ان تتدخل في اعمال الاتحاد الدولي لكره القدم، لا تستطيع ان تتدخل في اعمال الاتحاد الدولي لكره اليد. وعندنا قامة كبيرة مصرية نستطيع أن نسأله في هذا، الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد. لا يوجد أي نص في الميثاق الأولمبي يقول لجمعية عمومية
في اتحاد او في نادي، اعملي جمعيتك بالطريقه الفلانيه وبالشكل الفلاني صحيح. وفي اليوم الفلاني والمكان الفلاني، مفيش هذا الكلام. تمام؟ ولذلك النادي الاهلي احترم القانون واحترم ما جاء في هذا القانون واكد على انه يحترم النصاب، لكن كافه الخطابات التي وردت للنادي الاهلي قبل اقامه دعوتي لم يتم ذكر فيها اي شيء يتعلق بموعد الاجتماع ولا مكان الانعقاد ولا طريقة التصويت ولا توقيت التصويت. يعني من حق النادي الاهلي بقى يحط التاريخ والايام اللي هو عايزها عشان الامور دي تمشي بشكل اللي هو عايزها كجمعية عمومية وكادارة النادي. مظبوط؟ مفيش اي حاجة. طيب المادة اللي هم بيستهدفوا، على فكرة انا اول واحد كنت قلت ان الاندية تندرج تحت مظلة اللجنة الاولمبية. صحيح، وانا متابع حضرتك من زمان وكنت بتتكلم وبتنادي بالجزئيه دي بشكل كبير يا دكتور. تمام. طيب لكن تندرج تحت سلطه الحمايه وليست سلطه الاداره. بمعنى ايه؟ بمعنى قام باجراء عمليات تمييز ما بين اللاعبين، اللاعبين دول يروحوا يشتكوا فيه. النادي خد مجموعه من الاجراءات تضاهي العنصريه. اي شيء مخالف للميثاق الاولمبي، الناس بتروح فين؟ ولذلك قال المنتسبين للحركه الاولمبيه، احنا كلنا في حركه. اللجنه الاولمبيه بتحمينا من اي تدخل حكومي، من اي مخالفه للميثاق، لكن مش معناها انها تتدخل في شؤوننا، مش معناها انها تفرض علينا لائحه بعينها. جميل. معناها هي تتدخل فقط اذا انا صغت لائحه الاهلي مخالفه للميثاق الاولمبي. جميل. لو انا صغت نصوص في لائحه الاهلي تخالف الميثاق الاولمبي وارسلتها للجنه الاولمبيه الوطنيه لكي تعتمد، وارتأت اللجنه الاولمبيه الوطنيه ان هذه النصوص تخالف الميثاق الاولمبي، بترد عليا وتقول لي هذه النصوص مخالفه للميثاق الاولمبي وفقا للاسانيد التاليه. ولذلك في هذا الامر بالذات فيما يتعلق بالجمعيه على يمين بالجمعيه، يعني انا طب قبل بس ما اروح من الحته دي، اللائحه دي يا دكتور بتخالف الميثاق الاولمبي؟ لا طبعا، لا يوجد نص، وانا مش هحط اسمي ولا هاشارك في لائحه تخالف الميثاق الاولمبي. جميل. انا راجل استاذ لقانون رياضي دولي. جميل. مش هقبل هذا. اللائحه لا تخالف الميثاق الاولمبي في اي نص من نصوصها. تمام. النقطه المهمه، في نقطه مهمه جدا في هذه الجزء، فيما يعني السيناريوهات برضه عشان الناس تبقى فاهمه، السيناريوهات اللي كانت معموله في القصه بتاعه الاجتماع بتاع الجمعيه العموميه، اقتراحي المبدئي كان يبقى يوم في كل الفروع، يوم في كل الفروع من 9 ل 7. جميل. تمام. اللي التصور الثاني يبقى يومين على فرعين. تمام. والتصور الثالث كان اللي هي كانت بتوجه بيه اللجنه الاولمبيه. طيب احنا ليه ما عرفناش نعمل في يوم في كل الفروع؟ عشان فكره الكشوفات وانتقالها، دي كانت التصور من قبل مجلس الاداره. ولكن بصفه عامه، اين السنة الذي ترتكز عليه اللجنه الاولمبيه الوطنيه من الميثاق الاولمبي الذي يحضر اقامه الجمعيه العموميه لاي هيئه رياضيه سواء في يوم او في يوم؟ اللي عنده سند ماده واحده فقط في الميثاق الاولمبي تقول لي ان من حق اللجان الاولمبيه الوطنيه ان تحدد طبيعه الاجتماع للمؤسسات والهيئات الرياضيه في الدول وتفرض عليها طبيعه محدده في هذا الاجتماع، يجيبها عشان يبقى كلامنا مستند. جميل. ما ينفعش نتكلم في اللوائح والقوانين بكلام مرسل. اللي عنده نص يطلع يقول وفقا للنص كذا، الماده كذا في الميثاق الاولمبي، ما ينفعش تبقى جمعيه الاهلي على يومين، نرفع له القبعه. هو مش موجود. هو مش موجود. دكتور الصراحه يعني وجودي مع حضرتك على الهاتف ما ينفعش، لازم حضرتك تنورني وتشرفني. انا دايما يعني بتسرينا بمعلومات مهمه جدا، وانا كنت فعلا متابع حضرتك من فتره طويله واحنا بنتكلم ان لازم الرياضه المصريه او الانديه المصريه تبقى تابعه للجنه الاولمبيه وعدم التدخل الحكومي والكلام ده كله، كان الدكتور محمد فضل الله بيتكلم.